صباح الخير، احنا نازل معانا في العروض. عندنا بولة حجم 3.5، حجمها حلو قوي، جميلة جدا. بصوا كده بقى، نورين نازلة وعرض ب50%، ده عرض ممتاز جدا. شوفوا الايد بتاعتها هنا، اقدر اشيلها هنا بأريحية كويسة، لها حرف هنا بصب منه، خصوصا لان بعمل فيها الكيك. وميزة بقى حكاية الكيك ديت ان لها غطا تاني دائري مفتوح من النص، انا بحط المضرب هنا، مفيش اي حاجة تخرج بره ولا حاجة تطرطش ولا حاجة عليك وانت بتشتغلي. دي ميزة حلوة جدا، بس هو مش محكم، هو عشان تقدري تتحكمي في الحاجات اللي تخرج منها. ومعاها هنا برضو كمان غطا، ده طبعا محكم دائري محكم يخش معاك التلاجة، حلو قوي. بتاخد فرخة كاملة كبيرة متبلة في التلاجة، او فرختين لو متقطعة. بصراحه حجمها حلو قوي قوي البوله، وانا يعني مش شايفينها مطلعه عليها بقالها سنين، جميله جدا وعمليه.